جينا هنا للإذاعة الليبية بعد ما الأحداث اللي حصلت المؤسفة أخيرا في ليبيا، وبعد الحملات المضللة والسخيفة والكاذبة واللي تنقل كلها في الأخبار المسمومة والكاذبة على ما يحصل في ليبيا. كثير من الشباب اللي كانوا يشتغلوا في هذه الإذاعة تنادوا وقالوا احنا نبغى نقتحم هذه الإذاعة، واقتحموها بالفعل، وقالوا احنا نبغى نرجع ونبغى نرجع اسم الليبية، لأن هذه معركة ليبيا، معركة الليبيين، وهذا يوم الليبية. فبدأوا بإمكانيات بسيطة، وهي إذاعة كانت مسكرة أصلا، ولكن الشباب اقتحموها وشغلوها من جديد ورجع الطاقم الأصلي. فبعد ما بتشتغل وفي ساعات، وهذه أيضا قصة أخرى لازم الناس تعرفها، أن العالم القوى المعادية المتآمرة على ليبيا عرفت أن الآن في منبر إعلامي حقيقي ومحايد سنقل الحقيقة عما يحصل في ليبيا. تعرضت للبدء اليوم، فبدأت التعامل عليها. فأول شيء قطع عليها النايلسات الإرسال، قطع الإرسال، ثم الهجوم الوحيد يعني أو الحادث المؤسف الوحيدة هو يعني أمس واحد من الأخوان استشهدنا، واحد نقيب ضابط كان يحرس الإذاعة طلعت يد الغدر فرموه عليه في طلقة قتلوه في الإذاعة. فيوريك أن الحملة هذه منظمة وحملة مدروسة. يعني الآن كل الأمور في طرابلس يعني أمس كانت هادئة إلا هجوم واحد فقط على الإذاعة الليبية، قتل الحارس على الإذاعة الليبية، والنايلسات في مصر قطعت الإرسال بالكامل على الليبية. والآن يفترض أن يعود الآن لأن تكلمنا معهم، هذا عمل عدائي وليه نتائجه. احنا صامدين واقوياء ورانا نتحاسب. فيا اخواننا في مصر اطلعوا من هذه المؤامره ضد ليبيا ورجعوا الليبيا مكانها. فانا نقول لكم هذا المنبر منبر قوي، وانتم الان اخفتوا كل هذه الاذاعات المغرضه، لان من الان وصاعدا سيتم بث كل الحقائق ويتم بث الادله والبراهين والصور ان الكلام اللي يطلع في هذه الاذاعات السخيفه هو كلام كذب. لماذا لم يطلعوا امس المسيرات؟ امس انا كنت في الليل في سيارتي ولفيت كل شوارع طرابلس، شفت عشرات الالاف من الشباب والبنات الصغار يعني اللي بعمر 12 و20 و15 رافعين الصور مع عمر القذافي وريات الخضراء ويطوف في كل الشوارع. امس كان عرس جماهيري، كان عرس ليبي، كانت امس مظاهر الفرحه والمظاهرات في كل مكان. ليش ما حط لحم؟ انا الان في طريقي الاذاعه الان نشوف بنات واولاد رافعين الرايات الخضراء ويطوفوا في شوارع طرابلس الان. ليش ما طلعتوهاش؟ امس طرابلس كان من المستحيل واحد يسوق فيها سياره. أنا رقبتي الآن مبحت، أمس ما كثرت ما هتفت مع الناس وما حييتهم. لماذا ما طلعت واش؟ فنقول لكم هذه معركة إعلام. الليبيين ضحكوا عليكم بالإعلام والأخبار الكاذبة، وبدليل أن التآمر على الإذاعة الليبية قالوا الآن هذول الشباب بيبدي يبثوا بيكلموا بيطلعوا الحقائق، فإحنا لابد أن نستهدفهم. وعلى كل حال رجعت ثقة الناس في الإعلام الليبي في القناة الليبية، رجعت، وبدليل قطعوا النايرسات عنها بتعمد وعرفناها، وامس الهجوم الوحيد امس تم على الاذاعه الليبيه، طرابلس كلها هاديه. على كل حال انا اقول لكم انا جيت هنا اليوم لغرض واحد، ونقول لكم الرساله اتي، انتم الان عشرات الشباب والشابات العالم خايف منكم وارعبتوه وخوفتوه لانكم الان تصل الحقيقه. القوه المعاديه، العالم المعادي، القوه اللي تامر على ليبيا الان خايف منكم انتم. انتم اقوى الدبابات والمدافع والصواريخ، لان الان ومن بكره والامس بمطر صاحبي طلعنا الليبيين والعالم الكذب اللي يقولوا ان سلاح الجو الليبي البطل يقصف في مواقع سكنيه يقطف الليبيين. الكلام السخيف اللي لا اساس بالصحه هي عباره عن قصف مخازن ذخيره في مواقع خاليه في الصحراء. والان بكره الصحفيين جايين من كل انحاء العالم، بكره نقول العالم احنا فتحنا الان ليبيا لكل الصحفيين وجايين من كل انحاء العالم، وغدوه هم وسلك الدباسي هيطيروا في الطيارات ويطيروا لاي مكان في طرابلس في تاجوره في الزاويه في اي مكان ويورونا وين القصف اللي يحكوا عليه الناس الميتين. وغدوه من تحدوهم، غدوه يوم التحدي الصحفيين جايين بالمئات لليبيا، وغدوه سلك الدباسي كل نازل بالطيران العمودي والسيارات، وروني وين القصف وين الميتين. اللي ناس اللي ماتوا في ليبيا للاسف هو عدد محدود اللي امس ذكر في مؤتمر صحفي، ونتحدى اي انسان في العالم يذكر رقم واحد، شخص واحد
ناقص او زايد من رقم الامس طلعتها والامن. هذا هو الرقم من الناس اللي ماتوا من مدنيين وعسكريين ومن قوى الامن. هذا الرقم. اما المئات والالاف والقصف والكلام هذا ضحكه يا ناس، حتى من ناحيه عسكريه كيف تقصف انت مظاهرين بالطيران واحد؟ حتى اذا في رغبه ان تقتل شكل فرق، حتى هذه مسخره، حتى العسكريه ضحكوا عليها، طيارات ومدارس تقصف. تفضلوا هي طرابلس اليوم هاديه، امس كانت هاديه، اهل الحياه مفتوحه، المدارس، الناس تشتغل، المصارف، الحياه طبيعيه كلها موجوده. سبها الجنوب كلها حياه طبيعيه، الوسط ليبيا كل الحياه طبيعيه. وسط ليبيا لعند البريق الامور حياه طبيعيه، تشتغل المواني، تشتغل المطارات، تشتغل المصارف، تشتغل. وغدوه الصحفيين هيجوها هيجوها في طرابلس، امن وامان ومحلات مفتوحه وشغل ومدارس ومرتبات. هو عدد محدود اللي امس ذكر في مؤتمر صحفي، وان تحدى اي انسان في العالم يذكر رقم واحد، شخص واحد ناقص او زايد من رقم الامس طلعتها والامن. هذا هو الرقم من الناس اللي ماتوا من مدنيين وعسكريين ومن قوى الامن. هذا الرقم. اما المئات والالاف والقصف والكلام هذا ضحكه يا ناس، حتى من ناحيه عسكريه كيف تقصف انت مظاهرين بالطيران واحد؟ حتى اذا في رغبه انك تقتل شكل فرق، حتى هذه مسخره، حتى العسكريه ضحكوا عليها، طيارات ومدارس تقصف. تفضلوا هي طرابلس اليوم هاديه، امس كانت هاديه، اهل الحياه مفتوحه، المدارس، الناس تشتغل، المصارف، الحياه طبيعيه كلها موجوده. سبها الجنوب كل حياه طبيعيه، الوسط ليبيا كل الحياه طبيعيه. وسط ليبيا لعند البريق الامور حياه طبيعيه، تشتغل المواني، تشتغل المطارات، تشتغل المصارف، تشتغل. وغدوه الصحفيين هيجوها هيجوها في طرابلس، امن وامان ومحلات مفتوحه وشغل ومدارس ومرتبات. اما فيما يخص المشكله الان اللي انا يعني تحزنني كثير، البلاغات اللي جينا ببعض المناطق في المناطق الشرقيه، واخواننا يستغيثوا عن الفوضى، عن القتل، عن السلب، عن الاستهتار، وعن الاعدامات تمت. يعني انتم تعرفوا ان يعني تعرفوا ان امس تم يعني اعدام ذبحا بالسكين في درنا 21 شخص بريء، ورمي الجثث بتاعهم في الوادي، ويعدوا سكان درنا اللي يسمع فيه الان يمشي الوادي اللي جنب درنا اللي مرمي فيها الجثث، ويشوف الان هذه اللحظه على نصف التذكري اللي غرب درنا الان واحد جثث. واليوم هذه الاماره الوهميه وهذول القتله والارهابيين يقوموا باعدام 12 شخص، وين؟ في المكان بتاع الصحابه. وين مدفون الصحابه رسول الله؟ هذول لا اماره اسلاميه ولا اسلام، واسلام المباراه. وهذول اللي نحن نخصهم كل الليبيين بالوعيد. كيف تتصرف؟ واهل ليبيا كلها تتصرف معهم. لا يمكن نسمح بهذه المجازر والذبح والقتل والاعدامات. ارتفاعكم اللازم ارتفاع الفوضى في درنا. احنا امورنا في ليبيا يا اخوان لابد من اطمئنان. حتى الناس المترددين في فتح محلاتهم، بعض المحلات بقول لكم ابعثوا اولادكم مدارس، افتحوا اللي عنده محل مسكر يفتحه. الان اي حد الان انتم في طرابلس عايشين وانتم جايين محلات البيع، المخابز، الحياه عاديه. ونشجع الناس في بقيه المناطق، مصرات الحياه عاديه، اصليت الحياه عاديه. امس في زليتن حتى بعض الناس والشباب الصغار وبعض هجموا على مكان بتاع سلاح بيسرقوه، هجموا على المواطنين ابطال من زليتن. امس واحد شاب يكلم من زليتن مسكر الشاشه بضغط الطيارات، قال اني هو هذه سرقوها المجرمين وانا رجعتها وانتم من يسلمها. يا اخوان الليبيين كلهم الان متلاحمين في هذه المعركه الوطنيه، في هذه المحنه. احنا كنا شعب واحد، كنا يد واحده، لكن راهو لازم تفهموا، لازم تفهموا في نهايه هذه الكلمه. التآمر ليس من الليبيين، التآمر جاي من اخوانكم العرب اللي سلطوا عليهم اذاعاتكم والكلام المسموم والاشاعات الكاذبه. والان ان شاء الله بكره الطيران هيجي وهيصور مع الصحفيين والدبلوماسيين، والان في لجنه التحقيق وفيها اجانب، وتكتشفوا ان احنا كنا مخدوعين وضحك علينا بالارقام والكذابين والهلافين، وان احنا الليبيين وهذه صدقوني هتكون اكبر ضحكه على الشعب في تاريخه. الليبيين اكبر ضحكه في تاريخ الضحكه الاكبر هذه. استفيقوا اللي يسمع فيه هذه الاذاعات كلها كذب. الحقائق هتبدا من اليوم وبكره وبعد بكره تشوفوها في معينكم.
وليس بخبرك العيان. هنقولوا مش هنا قالوا في تجوره في قصف، تعالوا في القصف والناس ميتين. تفضلوا يا صحفيين اجانب، تعالوا انتم يا ليبيين اتصلوا برا يا 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 دبلوماسيين، تفضلوا عدوا دهروا ولفوا في كل مكان. وين القصف؟ وين القتل بالمئات والالاف؟ استفيقوا. شكرا.